إذن اتصال من الجنوب اللبناني أحمد سنجاب مراسل القاهرة، أحوالك يا أحمد كيف تبدو؟ نعم، تحياتي لك. في البداية بالفعل شهدت الأجواء اللبنانية على مدار الساعات الماضية استنفارا لسلاح الجو الإسرائيلي الذي قام بتسيير الطيران الحربي في أجواء القطاع الغربي للجنوب اللبناني على ارتفاع منخفض، واستمر هذا التحليق لربما أكثر من ساعتين متواصلتين في أجواء القطاع الغربي. كان هناك أيضا طائرات مسيرة استطلاعية في أجواء القطاع الأوسط والقطاع الشرقي للجنوب اللبناني، وذلك في حالة استنفار كبيرة للطيران الحرب الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية ترقبا وأيضا استطلاعا لما عليه وضع الجنوب اللبناني في هذه الأثناء، تخوفا وتحسبا لأي عملية يمكن أن ينفذها حزب الله من الجنوب اللبناني في هذه الساعات. أيضا هناك مخاوف كبيرة من عملية الرد التي توعد بها حزب الله جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد اغتيال القيادي في الحزب وتشكر في العاصمة أو الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت قبل عدة أيام. فبالتالي هذا الاستنفار ربما هو يستمر لأيام متتالية على مدار الفترة الماضية، ورغم هذا الاستنفار إلا أن حزب الله قادر على تنفيذ هذه العمليات رغم حالة الاستنفار، مثلما حدث في الساعات الأولى من صباح أمس حينما نفذ عملية بعشرات الصواريخ من طراز كاتيوشا تجاه موقع عسكري إسرائيلي بعيد عن الحدود اللبنانية الجنوبية في مثل هذا التوقيت من يوم أمس، وتمكنت الصواريخ من الوصول إلى أهدافها رغم اعتراضات القبة الحديدية، إلا أن هذه الصواريخ الاعتراضية لم تصب أي من صواريخ الحزب، كما أن المسيرات الإسرائيلية التي كانت فيها الأجواء اللبنانية لم تتمكن من كشف التحضير والتحرك وإطلاق هذه العملية في الأجواء اللبنانية. فبالتالي ربما عمليات الاستطلاع هي كثيفة في الساعات الماضية ربما أكثر من اليوم أمس، كما أن أيضا الطيران الحربي وتواجده في الجنوب اللبناني على مدار الساعات الماضية كان أكثر من يوم أمس في ظل الترقب والحذر من قبل جيش الاحتلال لأي عملية تنفذ من الجنوب. شكرا لك أحمد سنجاب إذ كنت معنا من الجنوب اللبناني وأنت مراسل القاهرة.